حاجه باهيه ليكم انتم معناها. بنسور بنسور معناها حاجه باهيه وتنفعنا وتنفع الناس الكل. ان شاء الله يكملوا كما حكي سعودية، ان شاء الله يكملوا التيران هكاك، ليكيب ناسيونال تولي تجي لهنا تعمل كل شيء، ترانا وتبات لهنا وتعمل المشكلاسيون تاعها لهنا، تعمل كل شيء لهنا، حاجه باهيه. وان بليس شفتوا معناها كل شيء من مستوى عالي. هذا ما يخلي كان يعطي المنتخب معنويات كبيرة باش يعطي الإمكانيات الكبيرة اللي عنده إن شاء الله.